نحكي باسم حكومة محلية، يعني السلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة والمحافظة، والسلطة التشريعية والرقابية المتمثلة بمجلس المحافظة، نحن نسميه حكومة محلية، يعني نكمل بعضنا البعض. نحن وإن شاء الله راح نكون يد واحدة من أجل أن نستطيع نحقق نجاحا في خدمة أهالينا في هذه محافظة نينوى بشكل عام. شكرا مرة أخرى وأهنيكم. شكرا جزيلا أستاذ حقيقة إن شاء الله نكون حسن الظرف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل نينوى، ونبدأ من حيث انتهى أستاذنا وأخونا الكبير الدكتور رمزان الخياط في كلية الأزمة. كلية الأزمة أنجزت الشيء الكثير خلال هذه الفترة القصيرة، وحقيقة بصمتها راح تكون واضحة وبينت معالمنا على مسير عملية الإعمار. فيما يخص الأخ الدكتور مزاحم الخيار، نتعامل إلى أن نكمل هذه المهمة بحيث نطلع بنتيجة في خدمة أهلنا وناسنا. التكامل مطلوب فيما يخص الجهة الرقابية والجهة التنفيذية. ما حصل في المرحلة السابقة نستفاد بقدر اللي نستفاد من عنده في تصحيح المسار لا أكثر. احنا رغم ان فترتنا كانت قليله، ولكن خيط الازمه كانت تحاول ان تحافظ على استقرار هذه المدينه، وان يكون ايضا عملها مخطط، واحنا ان شاء الله نبقى كلنا فريق واحد لخدمه هذه المدينه. لا زالت التحديات كبيره امام المدينه والمعوقات كثيره، ولكن الحوار دائما، التواصل، اللقاءات، تضع الحلول الناجعه والناجحه لاي مشكله ولاي اختناق. اليوم نحن كمجلس محافظه نينوى ذهبنا الى محافظه نينوى لتقديم التهاني للسيد منصور المرعيد المحافظ الجديد لمحافظه نينوى، والسيد سيروان الرجبياني النائب الاداري او النائب الاول لمحافظه نينوى. نتمنى لهم التوفيق والنجاح في خدمة أهالي نينوى، ونحن الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي نحن سوف نكون فريق واحد ويد واحدة من أجل أن ننهض بالواقع الخدمي لمحافظة نينوى. ونشكر خلية الأزمة على ما بذلوا قصارى جهدهم في هذه الفترة التي كانت نعاني من فراغ تنفيذي، ونتعهد أهالينا أهالي محافظة نينوى بأن نكون فريقا واحد من أجل أن نخدم أهالينا أهالي نينوى وننهض بالواقع الخدمي لمحافظة نينوى.